à cette dimension démocratique. خمس بيج الشرطة الإدارية ولكن المهام المستقبلية بغينا تكلمنا على هذه المشروع ديال عملية السلامة العمومية. مشروع السلامة العمومية هو واحد هدف من الأهداف اللي تطلق انطلاقة ديالو السيدة رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، اللي القصد ديالو هو تقديم واحد دراسة ميدانية حول جميع المشاكل اللي تتعاني منها الساكنة في مدينة الدار البيضاء، بحيث أننا غنرصدوا جميع العيوب التي يشتكي منها المواطن، من حيث المشاكل ديال الإنارة، مشاكل ديال الأغراس، مشاكل ديال الطرقات، مشاكل ديال الفئران، ديال الحيوانات الشريدة، جميع الأمور اللي ممكن يتشكى منها من خلال وسائل التواصل أو من خلال الشكايات اللي تدير. حنا أون فأونتيسيبي هذه المسألة هذه باش نعطيو لجميع رؤساء المقاطعات ورئيسة المجلس المدينة واحد الوضعية دراسة رقمية مضبوطة جغرافيا بجميع لي ديمونسيون ديالها، باش يكونوا التدخلات ديال جميع المصالح والمرافق المعنية باش تتم الإصلاح ديالها في أقرب الأجال، وكذلك اللي ما يمكنش أنه هذه المصالح ديال المعالجة ديالها اللحظية سيتم برمجتها في إطار البرنامج العمل الجماع ديال جماعة الدار البيضاء ولا برنامج عمل ديال المقاطعات من أجل إصلاحها في إطار الصفقات اللي غادي تتم البرمجة، وغادي تكون مبنية على واحد الدراسة ميدانية وقدم تكليف شركة الدار البيضاء للخدمات من خلال وحدات الشرطة الإدارية بالقيام بهذه الدراسة الميدانية في جميع المقاطعات ديال جماعة الدار البيضاء. واش غتكون زيارة ميدانية في عين المكان يعني الأسر المعنية بهذه المشاكل؟ لا، ربما وقيلا ما فهمتيش المقصود. هاد الدراسة الميدانية تتهم الشوارع والأزقة اللي فيها اختلالات، كمثلا نعطيك نموذج، مثلا شجرة مقطعة، شجرة طايحة، قادوس ما عندوش الغطاية ديالو، حفرة في الطريق، شي ضوضان ماشي هو هذاك ماشي كوريك، مشكلة الإنارة بالليل تقدروا تكونوا زيارات في الليل باش تشوفوا المشاكل الإنارة، بعد القنوات الوضع الحار اللي هي مثلا فايضة، جاء تسربات مائية، مستنقعات مائية ممكن تشكل واحد المرتع لتكاثر الحشرات، ثقوب في الجدران اللي تتشكل مرتع لتكاثر الجردان والفئران. واحد الدراسة بتتهم جميع المشاكل اللي ممكن تضر الساكنة في المحيط ديالها، تضر في البيئة ديالها، وبالتالي غادي تتم البرمجة ديال التدخلات ديال المصالح المعنية كليدك مثلا، كزبيئة في مجال محاربة الحشرات والفئران والجردان وجمع الكلاب والحيوانات الشريدة، كمثلا شركة كازا ترونسبور مسائل ديال الطرقات اللي عندها علاقة بالترام وهذا. دونك جميع الأمور اللي كل ميدان غيدخل وغيكون واحد بوان فوكال اللي هو في جميع المقاطعات وفي مجلس المدينة، اللي هو مصلحة التدبير المفوض، اللي هي اللي غتقوم بتوزيع تدخلات ديال الإصلاح في المستقبل ان شاء الله. الدور ديالنا حنا كشرطه اداريه من خلال المراقبين ديالنا اللي تم توزيعهم وتجميعهم، لانهم هاد المراقبين هم معينين بمقاطعات، يتم تجميعهم خلال واحد الاسبوع بمقاطعه من خلال هاد الدراسه هذه، تتوزعوا على جميع الشوارع والازقه باش يرصدوا لنا هاد العيوب هذا في خلال واحد النظام رقمي اللي تم التفعيل ديالو، واللي غيقدم واحد تقرير في اخر المهمه، تقرير مفصل بجميع الامور بالصور ديالها بالجيولوكاليزاسيون ديالها اضافه الى تفصيل لهذاك المشكل، وكذلك واحد تقرير سانتيز اللي غيتعطى للرئاسه من اجل بلورات السياسه ديالهم في التدخلات في برنامج العمل من اجل اصلاح الشان والتدبير المحلي ديال المدينه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.